هو ده البيت، اتفضل. يا ابني في ايه؟ بالراحة بالراحة، انت نسيت ولا ايه؟ مش عايزين مشاكل. يا سلام، مشاكل ازاي يعني؟ هو حد يقدر يعترض؟ البلد فيها حالة طوارئ. مش مسألة اعتراض يا باشا ولا حاجة، بس انت لو سألت زمايلك اللي جم قبل كده هنا هيقولك البيت ده بالذات ليه ظروف خاصة. ظروف خاصة يعني ايه؟ انا ماليش في الكلام ده. خبط يا ابني وخلص. ما بالراحة يا ابني، على مهلك شوية. اهلا يا عطا باشا، نورت. جرى ايه يا باشا؟ هو سعادتك ناسي الشغلانة اللي حصلت اخر مرة؟ هو مين الاخ مع سعادتك؟ لازم سعادتك مفتش امن الدولة الجديد. اهلا يا باشا. عطا باشا، سعادتك والباشا بس اللي تدخله، انت عارف الظروف. اتفضلوا، ما ينفعش نتكلم على السلم، اتفضلوا جوه. لما مؤاخذة الحضرات، كان بودي اقول لكم تتفضلوا كلكم. اتفضلوا يا باشا. هو في ايه؟ ظروف خاصة. اتفضلوا اتفضلوا يا باشا، اتفضلوا جوه في الصالون. انتوا ليه محسسني اني جاي اخطب مش جاي اعمل مداهمة؟ اهدى يا باشا، وبلاش كلمة مداهمة دي، هخليك تداهم يا سيدي وتعمل اللي انت عايزه بس بالراحة. هو في مداهمة بالراحة؟ في. معلش يا باشا، ظروف خاصة. اتفضل سعادتك جوه وانا هشرح لك كل حاجة. اتفضلوا. في ايه يا عبد الناصر؟ خلتني قطعت الصلاة. مين دول؟ جرايها ام محمود، حد يقابل ضيوفه كده برضه؟ بدل ما تعملي لهم حاجة يشربوها ولا تاكلوا، فاضل شوية رز وقلقاس عجب وشوية سلطة. دي مية السلطة بتاعت ام محمود شهد. لا 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 لا، ايه ده؟ مش دون برضو العقيد بتاع البوليس؟ والله هو جرى ايه يا عبد الناصر؟ في ايه تاني؟ ايه دي سايق عليك النبي؟ انا هشرح لك كل حاجة. الباشا جاي وجايب معاها قريبه بيسألوا على بنت القسطى سيد بسيوني، عاوز يتقدم لها. اصل بنت سيد بسيوني دي نحست وبلطت في الخط كتير قوي، لكن ربنا قادر على كل شيء. ايه ده؟ بس انا شايفه يعني دبلة في ايديك الشمال. ايوه هو متجوز صحيح، لكن اول الموضوع ما يمشي هيطلقها وتتوكل على الله. لا حول الله يا ربي، ليه كده بس؟ هي مراتك كانت مغلبك قوي؟ وبعدين في المهزلة دي بقى؟ يا ام محمود ما تقلبيش المواجع على الراجل، خش كملي الصلاة يلا. اتفضلوا. استنوا هنا، يتفضلوا فين انت كمان؟ في ايه تاني؟ اصل لا مؤاخذة يعني لازم تقلعوا الجزم عشان احنا لسه كانسين ومسيئين، وام ياسمين بتغلبني. ام ياسمين مين؟ هيبان دلوقتي. اصلها بتيجي يوم وتغيب عشرة. هي طلعت الشغالة. طب طلاق بجد بقى ما انا قالح، ولو ما فهمتونيش ايه اللي بيحصل انا هنفجر فيكم كلكم. جرى ايه يا حبيبي؟ انت مش عايز تقلع جزمتك ليه؟ ميكونش ريحة شرابك وحشة؟ ما تتكسفش يا حبيبي، احنا هنبقى اهل. اقلع اقلع وهات الشراب وانا اغسلهولك وينشف على قراية الفاتحة. مش انت ناوي تقرا الفاتحة النهاردة برضو؟ سكت الست دي بدل ما افقد اعصابي. هو برضو حد يقدر يسكت ام محمود؟ دي كانت السبب في نقل ضابط المباحث اللي قبل. والله يا بخته راح منفذ السلوم.